السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناتي وصفات زينة. هذه وجبة سناك لذيذة أم قرمشة، تصلح أن تقدم في وقت شاي ما بعد الظهيرة كتصبيرة أو وجبة سناك خفيفة. طبق اليوم سناك تايلاندي محشي بالسمبال. ولعمل هذه الوجبة نحتاج إلى الآتي: أضع رشة من الملح مع بيضة واحدة وأفركها في الدقيق حتى يختلط البيض مع الدقيق جيدا. ثم أضع الزيت تدريجيا، فأضع ملعقتي طعام من الزيت أولا وأفركه مع الدقيق جيدا. ثم أتبعها بملعقتي طعام من الزيت وأستمر في فركه مع الدقيق حتى يختلط الزيت مع الدقيق. ثم أبدأ بعجن الدقيق بالماء بأقل ما يمكن. أضع الماء تدريجيا، فأضع ملعقتي طعام ماء أولا وأبدأ بعجن الدقيق. ثم أتبعها بملعقتي طعام من الماء وأستمر في العجن لأجمع فتات العجين. وقد أضفت ملعقة خامسة من الماء. أنقل العجين على طاولة الفرد وأستمر في الدعك والعجن لأحصل على عجين متماسك ليس لين وهو أقرب إلى القساوة. أضع العجين في صحن وأغطيه بمنشفة أو كيس وأتركه نصف ساعة يرتاح حتى يلين. لدي ثلاث أنواع من الحشوات: حشوتين مالحتين وهما سنبل اللحم وسنبل السمك، وقد قمت بإعدادها في الحلقة 95، وحشوة حلوة مكونة من الفول السوداني. ولعمل الحشوة الحلوة أحتاج إلى الآتي: في صحن الخلط أضع ملعقتي طعام من مفروم الفول السوداني مع النرجيل المحمص والسمسم المحمص والسكر الأبيض الناعم ورشة ملح لكسر حلاوة الحشوة. أخلط المكونات مع بعضها جيدا. أتذوق الخلطة المكونة لأتأكد من الطعم، وقد أزيد من الملح والسكر لأتأكد من الحصول على الطعم الحلو المالح. وبذلك قد حصلت على الحشوة الحلوة المكونة من الفول السوداني إلى جانب حشوة سنبل السمك وسنبل اللحم.
بعد مرور نصف ساعة أبدأ بفرد العجين. أخذ جزء من العجين وأبدأ بفرده على سطح الطاولة كما فعلنا في السمبوسك الهندي المحشي بالبطاطس. ثم أبدأ بتقطيع العجين دوائر صغيرة بقطاعة قطرها 5 سنتي. والغرض الحصول على قطع سمبوسك صغير قدر الإمكان، وفي نفس الوقت تسع الحشوة التي سوف أحشي الدوائر بها. أما أجزاء العجين بعد تقطيع الدوائر فيمكن تجميعها، وإذا كانت جافة فيمكن تبليلها بقليل من الماء وتركها ترتاح دقائق ثم إعادة فردها مرة أخرى. أبدأ بحشو قسم من الدوائر بحشوة سنبل اللحم، وإذا كانت قطع الدوائر جافة بعض الشيء فيمكن تبليلها بقليل من الماء حتى أتمكن من قفل الدوائر بعد الحشو كما فعلنا في السمبوسك الهندي المحشو بالبطاطس. وبعد قفل الدوائر أقوم بتحزيز أطراف الدوائر بطرف الشوكة كما هو مشاهد في الفيديو. ثم أحشو قسم من الدوائر بحشوة سنبل السمك، كذلك أخصص قسم من الدوائر للحشوة الحلوة المكونة من خليط الفول السوداني. وبعد الانتهاء من الحشو أقلي القطع الجاهزة كل حشوة لوحدها.
وبعد الانتهاء من القلي أضع وجبة سناك الجاهزة في صحن التقديم وأفرق بين أنواع الحشوات في صحن تقديم مقسم. أعزائي المشاهدين، آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأه. وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على زر الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت، استمتعوا بالطبخ.